صحيح، ولكن ماذا يعني ذلك؟ دعني أراها. ماذا تفعلين؟ يبدو أنك أخطأت القراءة. هذه الرسالة موجهة إليك. فعلاً، أنت محقة. قد لا تسمح لي بإعطاء النصيحة، ولكن أرجو أن تذهب إلى طبيب العيون. فيرجينيا، إلى أين؟ ماذا عن واجباتك؟ واجباتي؟ طبعاً، بماذا كنت أفكر؟ سأخبر غرينفيل أني لا أستطيع استقبال بريده هنا بعد الآن. لا أريد فقدان مكاني لمجرد إرضائه. أوه لا، يا لك من مسكين. لا شك بأن حياتك كانت صعبة جدا. غرينفيل، هذه رسالة أخرى من والدك. قلت من أبي؟ حسنا، شكرا آنستي. من والده؟ لكنه قال إنه يتيم. ألم يخبرك بقصته السخيفة وعن فقدانه اللقب وعن طفولته البائسة؟ ألم يخبرك بذلك؟ أنت لن تتغير. شكرا على الرسالة. هذه آخر مرة أرسل لك رسالة جديدة، وعليك أن تعيشها. المعذرة سيدي، هذا هو المكان المناسب. ماذا تريدان من هنا؟ إنه عديم الذوق، ولكنه ليس سيئا. ما هذا ألفونس؟ من هم هؤلاء الناس؟ دعني أعترف لك سيدي. متأسف فيرجينيا، لا أريد أن يشك أحد بك أبدا. اصبروا، سنطلق سراحكم عند انتهاء كل شيء. حياة الرفاهية، ما هذا الحلم؟ قد أتعب. أخبرتك بأني لا أتقن الطبخ. ولا تعتمد علي بالتنظيف. إلى أين ذهبوا؟ فالكوني أرسلهم لمراقبة أبيك، وهو يعلم أنه سيقودهما إليك. من الجيد أنه لا يعرف أين رجاله. سيمنحنا هذا بعض الوقت لمعرفة ما يجري في مخزن قمح الحاكم. إن قصة عدم دفع ثمن المحصول تبدو غريبة لي. نذهب جميعنا؟ لا، يجب أن تبقي مع غاستون هنا للاحتياط، كما يجب أن يبقى أحد مع والد صديقنا. ترى مر، أين هذا المطبخ البائس؟ هل تريد مساعدة؟ نعم صديقي، فأنا أبحث عن المطبخ. ابني لم يدعني أتابع العشاء وكدت أموت جوعا. اتبعني سيدي، هيا. طعامي وتقديمه. أعتقد أني وجدت أخيرا معنى لحياتي. أما هذا؟ لا يمكن. هل حدثتك عن ظهور أول أسنانه؟ حوالي 4 مرات، ألا تستطيع النوم؟ حدث هذا في شهر أيلول، وكان عمره 4 أشهر. جاستو، هيا بسرعة، لدينا مشكلة. كان طريفا، يبتسم طوال الوقت، وهي ابتسامته بلا أسنان، لكنها رائعة. إلى أين ذهب؟ لقد هرب. أنا المخطئ، ربما نسيت إقفال الباب. رائع. أنت متسرع جدا عزيزي، فالقصة لم تنتهي بعد. تابي، هيا نحتفل، لقد وجدنا المال، سنحل جميع المشاكل. المشاكل؟ لا، أعني المال. أبي، المال. يجب ألا نبقى هنا، رجلا فالكوني قد هربا. هيا أبي، تناول بعض الفطور، سأشرح لك فيما بعد. لا غرينفيل، يجب أن نغادر المكان فورا، سيأتي فالكوني بعد قليل. ماذا تعني؟ ماذا يقول؟ لا أسمع شيئا بدون السماعة. سيدي، يجب أن تأكل في مكان آخر، نعرف مطعما رائع. اقتحان لحوار جدي مع ابني. سيدي، أرجو المعذرة، ولكن لدي سؤال واحد، هل لديك ممر سري؟ إنها مسألة عاجلة. أوه.
أعرف أنه ليس علي طرح الأسئلة، ولكن ما يجري محير جداً. يجب علي أن أبحث عن عمل آخر بعد الآن. تفضل من هنا. بسرعة أبي، اصعد. ها هو المنزل، سنتركه لكم، استعملوه جيداً.